معارك الدولة السلجوقية. كان أرطغرل بن سليمان شاه يدبر لأكثر من حرب في آن واحد، فبعد انكسار الدولة السلجوقية والقضاء عليها كليا من قبل المغول وبمساعدة مباشرة من البيزنطيين، كان أرطغرل يحارب حراس المعبد الصليبيين وفي ذات الوقت المغول، وكذلك يحاول محاربة الفتن الداخلية في القبائل التركية. ففي وقت هذا البطل الغازي لم يكن في غرب الأناضول نظاما، وكانت القبائل التركية التي أخذت على عاتقها حماية الدين والذود عن الحمى تعاني من خيانات كبيرة داخلها. ويمكن اعتبار الوقت الذي عاش فيه هذا البطل وتزعم قبيلة الكاي بعد حكم والده سليمان شاه امتدادا لحكم السلاجقة، وذلك لسببين. الأول أن السلاجقة منحدرين أصلا من القبائل التركية، والسبب الثاني والأهم أن جزءا كبيرا من جهاد أرطغرل كان تحت مظلة السلطان علاء الدين السلطان السلجوقي. لذلك اعتبرنا هذه الحلقة امتدادا للحلقات التي تتحدث عن معارك السلاجقة. أرطغرل معناه الطير العقاب أو الطير الجارح. كان من ترتيب القدر أن يقتطع السلطان علاء الدين تحديدا منطقة سوغوت ويعطيها إلى أرطغرل. سوغوت التي كانت على الحدود مع الإمبراطورية البيزنطية في ذلك الوقت. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التاريخية التي انتهت إلى تأسيس الدولة العثمانية. ورغم خوض أرطغرل وفرسانه معارك ضارية ضد المغول وضد بيزنطة، إلا أن المؤرخين اتفقوا أن سبب بروز نجم هذا البطل هو عندما كان يمر هو وجنوده من فوق جبل وأشرفوا فيه على سهل، يراقبون معركة كبيرة كانت دائرة بين الجيش السلجوقي بقيادة السلطان نفسه وجيش من بيزنطة. وعندما كاد الجيش البيزنطي حسم المعركة لصالحه، دخل أرطغرل وجنوده إلى أرض الميدان وقلبوا الموازين وحولوا الهزيمة إلى نصر عظيم. وبهذا العمل كسب ثقة السلطان علاء الدين الذي كافأه واقتطع له العديد من الأقاليم وأعطاها لقبيلة الكاي. وتعتبر معركة بزاريري أهم معركة قادها أرطغرل مع جنوده، حيث بعث السلطان السلجوقي الجيش الذي كان في قونيا وأمره أن ينضوي تحت قيادة أرطغرل. واستطاع هذا البطل من وضع خطط محكمة لضمان النصر ضد الجيش البيزنطي الجرار الذي بعثه الإمبراطور البيزنطي تيودور الثاني لسكاريس. حيث تقابل الجيشان ولم يعطي أرطغرل للجيش المعادل وقت للتجهيز وتوزيع التشكيلات، حيث وصل أرطغرل وجنوده مع الجيش السلجوقي على تعبئة كاملة منظمة وشن هجوما كاسحا على الجيش البيزنطي. وقتل في هذه المعركة خلق كثير من الجيش البيزنطي وفر الباقي، وأمر أرطغرل جنوده ملاحقة الفلول الهاربة ليضمن عدم تجمعها من جديد. لم يهدأ هذا القائد البطل ولم يخلد إلى الراحة، بل إنه قاد وجنده الأبطال معاركا ضارية ضد الصليبيين وفتح قلاعا حصينة. وكان من أهم تلك القلاع التي فتحها هي قلعة كارجا هيسار، وكان تكفور القلعة أي حاكم القلعة يدفع الضرائب إلى دولة السلاجقة مثل غيره من التكافر البيزنطيين في المنطقة، إلا أن حاكم هذه القلعة كان يتآمر على السلاجقة بشكل مستمر، وكان يعطي المجال لقطاع الطرق من الإغارة على التجار والقوافل وكذلك على بعض القبائل التركية. فقرر أرطغرل تجهيز حملة وراح إلى القلعة وحاصرها.
واستطاع أن يدخلها، ودارت داخل أسوار القلعة معركة شرسة جدا، إلا أن الجنود البواسل مع أرطغرل استطاعوا تحريرها والخلاص من حاكمها تكفور، ورفع فوقها علم الدولة السلجوقية. ولا بد أن نعرج على تلك المعارك الضارية والتضحيات الكبيرة التي خاضها الغازي أرطغرل وجنده مع المغول الذين غزوا نصف الأرض. لكنهم وقفوا عاجزين من التقدم في الأناضول بسبب القبائل التركية وبسالة الفرسان في تلك القبائل، حيث استطاع أرطغرل من إحراز أكثر من 20 نصر مهم على حملات المغول إلى المنطقة. أرطغرل الطائر الجارح، ذلك الغازي المجاهد العابد الذي لاذ عن الحمى وقدم تضحيات لا تنسى خدمة للدين، كان من أبرز الشخصيات في التاريخ الإسلامي، ولم تذهب تضحياته هباء، حيث مهد أحسن تمهيد لولده عثمان الغازي الذي أرسى قواعد الحكم للدولة العثمانية التي حكمت العالم لقرون من بعده. الدولة العثمانية التي نشرت العدل ونور الإسلام لقرون خلت، وكانت الإمبراطورية العثمانية التي فتحت القسطنطينية وأخذت نصف أوروبا وضمتها للعالم الإسلامي، أجبرت باقي أوروبا دفع الجزية للباب العالي في اسطنبول. الدولة العثمانية العظيمة التي وصل نفوذها للقارات الثلاث وحكمت الأرض لأكثر من 6 قرون. عثمان ابن أرطغرل أسس لعصر إسلامي ذهبي دام سنينا وعقودا وقرونا، أيام كانت كلها عز وشرف وكرامة.